المنتخب الامريكي بيتفوق على انجلترا وبيقدر يقتنص منهم التعادل، وكان قادر كمان على الفوز في المباراه. في مباراه اثبتت وجهه نظري قلتها لكم الحلقه اللي فاتت في مباراه ايران ان ساوث جيت جبان، ولكن مباراه ايران مش مقياس تماما على هذه النتيجه السته العريضه، لان النهارده شفنا وجه اخر من المنتخب الانجليزي امام المنتخب الامريكي. هنتكلم في عرض النهارده عن مباراه امريكا وعن مباراه امريكا وانجلترا. طب نخش في اي حاجه، انزل اعمل لايك عشان اللايك بيوصل الحلقه لاكبر عدد من الناس وبيساعد في نشر الحلقه، فانزل اعمل لايك. ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات قهوه المونديال تجي لك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في الهجاصين. انا جاي في حلقه جديده من قهوه المونديال، وحلقه النهارده هنتكلم عن مباراه انجلترا وامريكا. مباراه انجلترا وامريكا اللي بتثبت لي وجهه نظري اللي انا مقتنع بيها جدا، ان ساوث جيت مدرب جبان امثاله زي، يعني هو زي ديدييه ديشامب، زي فرناندو سانتوس بتاع البرتغال وبتاع فرنسا، تلات مدربين اغبياء وتلات مدربين جبنة ما بيعرفوش يلعبوا بالادوات اللي معاهم. يعني فرنسا معاها ادوات جباره، وتلاقي ديدييه ديشامب بيقف في نص ملعبه وبيستقبل لعبه قدام منتخبات غريبه، او مثلا فرناندو سانتوس زي مباراه غانا كده، او مباراه النهارده ضد امريكا. وده حديثنا النهارده عن منتخب الانجليزي، وهي مباراه امريكا وانجلترا. امريكا وانجلترا مباراة من المتوقع ومن الناس اللي متوقعاها ان منتخب الانجليزي يدخل يكتسح منتخب امريكا زي ما عمل قدام ايران، ولكن عكس التوقعات تماما. منتخب الانجليزي بينزل بنسخة باهتة، نسخة خايفة، نسخة مش قادرة تجاري منتخب الانجليزي منتخب الامريكي. وده كان غريب بالنسبة لي، انت الشوط الاول مش عارف تهدد مرمى المنتخب الامريكي. الشوط الاول المنتخب الامريكي هو اللي ماسك كوره، هو اللي مسيطر، هو اللي عارف يخترقك، هو اللي بيحاول يهددك، وكان منتخب امريكا هو اللي نازل بيلعب على الفوز، وهو اللي نازل عشان ياخد صداره المجموعه، مش منتخب انجلترا اللي هو المفروض مرشح للفوز باللقب في اخر البطوله. ولكن المنتخب الامريكي النهارده لعب بذكاء، لعب بذكاء كبير. حتى لو منتخب انجلترا كان ماسك كوره في اغلب اوقات المباراه فمش عارف يعمل بيها ايه، لان المنتخب الامريكي اول حاجه عملها وهو ما بقاش يضغط ضغط عالي على المنتخب الانجليزي، لا هو بيضغط ضغط متوسط، ولكن ضغط متوسط بال 4 4 2 مخلي الاثنين المهاجمين ما يضغطوش تماما على اثنين المدافعين، سايبينهم تماما يمسكوا الكره في رجليهم، ولكن بيقفلوا مسارات التمرير سواء على ديكلان رايس او على بيلينجهام، لان الاثنين دول هم اللي كانوا بيبداوا الهجمه بشكل مميز جدا ضد ايران. هم اللي كانوا بياخدوا الهجمه ويبداوها ويبتدوا يوزعوا اللعب، يبتدوا مرحله التدرج وخلق الفرصه. ولكن النهارده الشوط الاول كله المنتخب الامريكي عارف يقفل على ديكلان رايس وعلى بيلينجهام، فالمنتخب الانجليزي مش عارف يطلع بالكوره، فكان بيطلع بالكوره على لاعب واحد وهو تريبييه ناحيه اليمين، كان بيحاول نوعا ما يفتح الملعب كوينج ناحيه اليمين ويدخل ساكا جوه الملعب هو وبيلينجهام عشان يحاولوا يعملوا مثلث ثلاثي مع بعض زي ما كانوا بيعملوا مباراه ايران، واحيانا كانت بتظبط ولكن بدون تهديد. لان النهارده المنتخب الانجليزي ما بقاش عارف يخترق المنتخب الامريكي، لان ساوث جيت مدرب فقير فنيا. تقول لي فقير فقير فنيا بيوصل نهائي اليورو وبيوصل سيمي فاينل روسيا 2018، اقول لك اه. هو قابل مين في روسيا؟ تعالى كده نسردها مع بعض. قابل في روسيا بنما وتونس قدر يتفوق عليهم، وقابل بلجيكا اول ما قابل منتخب كبير كسبه وخلاه ما يتصدرش المجموعه. قابل منتخب كولومبيا تعادل معاه ووصل ضربات جزاء وكسب بضربات الجزاء. بعد كده دور الثمانيه مش متذكر بالظبط كان بيلعب مين في دور الثمانيه، بس قدر يعدي دور الثمانيه. وبعد كده لعب كرواتيا في دور السيمي فاينل كرواتيا وخرج منها، وقابل بلجيكا وخرج رابع في الاخر في نهايه المونديال. في اليورو كذلك قابل فرق مش بالقوه العظمى وقدر يتفوق عليها، مش تفوق عليها لعب كوره بقى ومهاره وكل الكلام ده، لا تفوقت عليها بسبب ان انت بتدافع، تستقبل اللعبه تجري بالمرتده، تخطف جوله من فاول، تخطف ضربه جزاء، تخطف كورنر وهكذا. لكن لعب كوره زي اداء اللي شفناه ضد ايران مستحيل. فبدات قدام ايران في كاس العالم السنه دي بطموح واوهمت الناس وخليت الناس تحط طموح عليك، اللي هو اه ده منتخب كبير، اه منتخب بيلعب كوره، اه منتخب قادر ان هو يجاري فرق زي فرنسا وزي اسبانيا وزي الفرق دي. واللي خلانا نقول في الجوله الاولى ان المنتخب الانجليزي من افضل المنتخبات اللي لعبت كوره مع فرنسا واسبانيا والبرازيل. لكن مباراه النهارده عكست كل ده تماما، خلت المنتخب الانجليزي شكله وكانه هو الاندر دوج ضد امريكا، واقف في نص ملعبه بيستقبل اللعب وبيحاول يلعب المرتده، وحتى المرتده مش عارف يخلقها، مش عارف يعملها، لان نص الملعب المنتخب الانجليزي النهارده كان متاكل. ديكلان رايس وبيلينجهام وماونت ما كانش عارفين يجاروا نص ملعب المنتخب الامريكي. بادمز وماكيني كانوا قادرين يستحوذوا على نص ملعب النهارده ويهددوا مرمى المنتخب الانجليزي. شوط اول كلام كامل مش عارف تخترق، مش عارف تخلق فرصه.
بالاربعه 3 3 اللي بتلعب بيها قدام المنتخب الامريكي، لكن 4 3 3 دفاعيه نوعا ما، بتخلي بيلينجهام وماونت يعملوا ادوار مش بتاعتهم. اللعبه دي للامام، يضغطوا للامام. لو بتلعب بقى شكل دفاعي وبتحاول تدافع، فخلاص نزل هندرسون زي ما نزلت في اخر الشوط. التفشيل الثاني لما حبيت تهاجم، اول تغييرتين عملتهم خرجت ستيرلينج وخرجت بيلينجهام ونزلت هندرسون ونزلت جريليش. منتخب عايز يكسب بينزل لاعب في نص الملعب، انت خلاص عاوز تكسب المباراه، فانت لا اما تغير تشكيل وتغير خطه وتسحب لاعب من نص الملعب وترمي فيرويد مثلا تاني وتحول ل 4 4 2، يا اما تحاول تنزل وينجات مش لاعب في نص الملعب تماما. كنت تخرج ساكا وتخرج ستيرلينج وتنزل جريليش وتنزل راشفورد وتخلي بيلينجهام وماونت الاثنين يضغطوا ويحولوا الطريقه في الشكل يعني الهجومي الاثنين واحد، الاطراف يخلوها 3 2 3 5. كان لازم، كان لازم ولا بد، لان انت خلاص مش بقى على حاجه، انت عايز تصدر المجموعه وانت حطيت احتمال ان انت بتلعب على التعادل عشان تطلع بنقطه معاك 4 بونت، فتخش مباراه ويلز تكسب المباراه تبقى 7 بونت وتكسب وتبقى متصدر المجموعه. ولكن يعني فرضا فرضا دخلت المباراه والمنتخب الويلزي كسبك، كسبك او تعادل، تعادلت مع منتخب ويلز، هتخسر الصداره، لان وارد جدا تلاقي المنتخب الامريكي كسب منتخب ايران ومعاه 5 بونت زيك زيه وهو متصدر المجموعه، يا عالم تكسب ايران كام؟ فالمنتخب الانجليزي حط نفسه في مأزق، لان هو كان جبان النهارده، لان المنتخب الامريكي الناحيه الثانيه مع قله الجوده مع الفوارق الكبيره جدا ما بينه وبين انجلترا، وانه مع رغم كل ده لا ده قادر يجاريك وقادر يخلع عليك فرصه وقادر يبقى ند بند معاك، ومش ند وند كمان بس، ده قادر يتفوق عليك في بعض اوقات من اوقات المباراه. انا مستغرب ساوث جيت ومنتخب انجلترا، ناس تقول لي ده منتخب كبير ومرشح، اقول لك اه منتخب كبير ومرشح لو بيلعب كوره، لكن انت منتخب الانجليزي خليه كده قبل اسبانيا مثلا هيكتسح، هيكتسح لان هيلاقي فريق قصاده قادر يجاريه وقادر يتفوق عليه وقادر يزنقه في نص ملعبه وما يخلوش يعرف يعمل اي شيء. ان في اكتر وقت من الاوقات هتلاقي المنتخب الانجليزي مش عارف يمسك الكوره، اللي منتخب اسبانيا يقدر يمسك الكوره عليه، ولكن ضد امريكا بتقدر تعمل كده. مباراه للنسيان لمنتخب انجلترا، مباراه كان قادر لو يكسب فيها ويريح نفسه تماما ويتصدر مجموعته ويخلص الليله دي كلها، ولكن هو اختار ان هو يحط نفسه في مأزق كبير جدا 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 في المباراه القادمه ضد ويلز. ممكن ويلز تستقتل قصدي ويكسبوا المباراه، او ممكن لعبكه والمجموعه دلوقتي كانت ممكن يحصل فيها كل شيء، بانجلترا 4 بونت، ايران 3 بونت، 2 امريكا 2 وويلز 1، ممكن في نهايه المجموعه تلاقي الدنيا اتشقلبت، كله اتشقلب على كله وتلاقي ويلز مثلا وويلز وايران هم اللي بيصعدوا. ممكن وارد ايران تكسب تكسب امريكا 6 بونت ويلز تكسب انجلترا 4 بونت تصدر تصعد مع ايران، وارد جدا جدا جدا، كل شيء كان وارد في المجموعه، ولكن ده اللي بثبته لك وبقوله لك زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت ضد ايران، ان ايران مش مقياس، وخلينا نشوف المباراه اللي جايه مع انجلترا. بقول لك المنتخب الانجليزي سيء تحت كده ساوث جيت، وانا بتمنى ان ساوث جيت يخرج سواء من دور المجموعات او من دور ال 16 عشان يمشي من انجلترا ويجي مدرب عليه القيمه بقى يمسك المنتخب الانجليزي ويستغل الكوكبه النجوم اللي معاه ويستغل الجيل التاريخي اللي مع انجلترا اللي مش هيتكرر تاني معاهم، واتمنى ساوث جيت يبتدي يفوق في المباراه اللي جايه. في الاول وفي الاخر قرار شخصي واحد ورايا انا في مباراه امريكا وانجلترا، قول رايك انت في الكومنتس وقول لي توقعاتك، هل المنتخب الانجليزي قادر على المنافسه في كاس العالم او الفوز بكاس العالم، ولا هو اخر دور 16 ودور 8 وهيودع؟ قول رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك سيبش تعمل لايك، ولو مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقه قهوه المونديال تجي لك اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر انستجرام، هتلاقي في الديسكربشن تحت، وروح اعمل لي فولو في كونتنت مختلف تماما بتقدم هناك، فروح اعمل لي فولو واعمل اشتراك على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.